ولو قال قائل إن الأنصار نازعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة وحصل ما حصل والحديث عنها طويل، فالجواب عن هذا أن الأنصار رضي الله عنهم حصل هذا منهم باجتهاد بناء على أن لهم منزلة ومرتبة كالمهاجرين، ولذا قال بعضهم منا أمير ومنكم أمير. لكن أبا بكر رضي الله عنه لما أخبر أن الخلافة إنما هي في قريش أذعن الجميع وأصبح إجماعاً.